الحسابات الوهمية لك أنت وربعك، الحسابات الوهمية لك أنت وربعك اللي تمثلون على السلطة تهاجمون. تفضل أخ الرئيس، ما أسمح لك أبداً تقول كلام من هذا النوع، إن إحنا عندنا حسابات وهمية، ما أسمح لك أبداً. أنت تقولي لا أتكلم أنا عن الوطنية، وليش أنا جاي من بيت شنو؟ لا نتحدث إلا بالوطنية، ناكل ونشرب الوطنية، وما عندي إلا هالبلد، لا عندي بيت ثاني ولا عندي جنسية ثانية ألوذ فيها إذا صار بالبلد شيء. هذا المركب انغرق، غرقنا كلنا. وطن وطن وطن، اعرف وطن واعرف حدودك عند الوطن، واعرف أن الوطن هذا ما نسمح لك، وأي علاقات بيننا وبينك نرميها جانبا إن كان الوطن هو اللي بالمنتصف. اعرف أن نفضل الوطن على كل شيء سواه، على كل المغريات، على كل هذه الحسابات الحقيرة. ترى سهل جدا أقعد أنا كالشيطان الأخرس وخلي هذه الحسابات كلهم يمدحوني، اقدر اوقف معاكم المواقف السهله هذه كلها، انما هذا مكان الواحد فيه يا يرفع كرسيه، كرسيك ما يرفعك، هذا الخضر ما يرفعك، هذا نرفعه بافعالي، ترفعه وان شاء الله اني رافعه، لكن انت شوف وين كرسيك وصل.